ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده عاملين ريفيو حلو قوي، هيعجبكم جدا جدا. بس لو اول مره تشوفوني متنسونيش في كومنت حلو زيكم ولايك، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك عشان يوصل كل جديد من فيديوهاتي. نخش في موضوع الحلقه بتاعتنا، وهو عن جيلات بلس 2 او جيلات بلو بلس. هي اسمها كده اهي، جيلات بلو بلس. تمام، هنعرف كل حاجه عنها، هنعرف بكام، بتشترى منين، حلوه ولا وحشه، كل حاجه عايزه تعرفيها عن الشفرات دي هنقولها في الفيديو بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، ده شكل الشفرات بتاعتنا اللي هنتكلم عنها النهارده، اللي هي شفره جيلات بلس، اللي هي شفره جيلات بلس او جيلات بلو بلس. الشفرات دي شفرات حريمي، بتستخدم لازاله الشعر طبعا من الجسم كله، تنفع للاماكن الحساسه وتنفع للشعر كمان بتاع الايد والرجل واي مكان في الجسم. الشفرات دي بيبقى ده شكلها كده، بتيجي من الصيدليه، بتشتريها من الصيدليه او من المحلات بتاعه الميك اب، وطبعا مش متوفره في الصيدليات الصغيره، متوفره في الصيدليات الكبيره، لان عشان ما تلفيش عليها كتير روحي الصيدليه تكون كبيره متوفر فيها كل حاجه عشان تلاقيها على طول. تمن الشفرات دي عامل 50 جنيه. في طبعا الاغلى من كده، اللي هي في انواع تانية من جيلات احسن من كده، بيبقى فيها جل اكتر، بيبقى فيها امكانيات اكتر، وكمان بتبقى بتتشال وتتركب، ما تبقاش كده اللي هي استخدام ان هي استخدام مرتين ثلاثه وتترمى، لا الشفره بتتشال الراس بتاعتها وتركب واحده ثانيه. بس مشكلتها ان هي بتبقى غاليه، بتبدا من 150 جنيه وانت طالعه، والشفرات بتاعتها برده بتبدا من 150 جنيه، فطبعا مكلفه. انما الشفرات بتاعتنا دي على قد الايد، فاي حد يقدر ان هو يشتريها، دي ثمنها 50 جنيه. الشفرات دي بتعمل ايه؟ بتعمل ازاله للشعر، يعني بتعملي ازاله لاي مكان في اي مكان في جسمك عايز تعملي له ازاله، بتعملي له ازاله بطريقه سهله جدا، ما بياخدش معاكي وقت خالص خالص. ميزه الشفرات دي ان هي سريعه، ان هي بتنجزك وتنجز الوقت، وفي نفس الوقت الناس ما بتعرفش تعمل سويت بتريحهم. عايزه اقول لك كمان ان هي بيبقى شكلها بالشكل ده كده، ده منظرها، ليها غطا هنا، الغطا ده بتشيليه وتبداي ان انت تعملي تبداي تعملي ازاله. بس قبل ما تعملي ازاله لازم يكون جسمك مبلول، او حتى اي كريم او اي مرطب ان انت تعملي بيه ازاله، عشان يطلع معاكي الشعر ما يطلعش خشن، وكمان ما يطلعش تقيل، وكمان ما يطلعش معاكي اللي هو بيشوك والكلام ده. فلازم ان انت تكوني دهنه اي ماده، او جسمك يكون مبلول، ما ينفعش تستخدميها على بشره جافه، لان لو استخدميها على بشره جافه ايه اللي هيحصل؟ هتطلع لك حبوب تحت الجلد، وهتطلع كمان الشعر خشن، وهتطلعه تقيل معاكي، وهتطلعه بسرعه جدا. فاهم خطوات لازم تعمليها قبل ما تستخدمي الشفره بتاعتك ان انت جسمك يكون مبلول، ودي ابسط حاجه واكتر حاجه متوفره، الميه طبعا في اي بيت. مع عند عايزه ان انت كمان تدي نتيجه احسن، استخدمي اي مرطب. طبعا احنا بنشوف الراجل لما بيجي يستخدم اللي هو الشفرات بيحط على وشه زي اللي هو الكريمات والكلام ده اللي بيستخدمه، اللي هو شبه صابون الحلاقه، شبه الصابون ده اللي بيحطوه على وشهم علشان يعملوا ازاله، فبكده بتخلي البشره تبقى ناعمه معاكي. فاحلى حاجه في الشفرات دي ان هي سريعه جدا جدا وسهله جدا في الاستخدام. تعرفي الشفره دي اصليه مش من اصليه ازاي؟ الاصليه منها بيجي بالشكل ده، لونها بيبقى بنك غامق في بنك فاتح بالشكل ده كده، انما اللي بيجي لونها بنك فاتح زي ده كده تعرفي ان دي مضروبه. ليه مضروبه؟ علشان بتطلع الشعر خشن، وفي نفس الوقت بتعور معاكي، وفي نفس الوقت الماده بتاعت الجل اللي فيها دي بتبقى اي كلام، فبتعملش معاكي اي نتيجه، ده بالعكس دي بتعور، وزيها زي مكنه الرجالي بالظبط، مفيش فرق ما بينهم. فلو عايزه الاصليه بتجيبي اللي هي شكلها كده بالشكل ده. الشفره دي بتستخدم بدل المره 3 و4 و5 على حسب استخدامك انت، يعني مش مره واحده بس، لا بتستخدم معاكي كذا مره، بتبدا ان انت تستخدميها وبعد كده تشطفيها وتغطيها وتعقميها وتسيبيها ايه وتشيليها للمرة اللي بعديها، فبيقعد معاكي عندك 5 شفرات هيقعدوا معاكي فترة. فطبعا تمنها على قد الايد واقتصادية، وفي نفس الوقت هتقعد عندك فترة طويلة ان انت تستخدمي فيها، وطبعا على حسب استخدامك. تعرفي منين ان الشفرة باظت؟ لما تلاقي المادة اللي هو الخط ده كده، المادة اللي فيه قلت، لان ده زي جل، حاطين فيه زي جل ومرطب عشان يرطب عليكي وما يعوركيش، فتلاقي الماده دي قلت، وتلاقي مفيش الخط ده بدا ان هو يقل يقل يقل، وبدات الماده اللي فيه ما تبقاش موجوده، وتبداي تلاقي بردك المواس بتاعتها دي ان هي بدات ان هي تبرد معاكي، فبكده تبقى الشفرات بتاعتك باظت، وعليكي ان انت ترميها وتبداي تستخدمي شفره جديده. الكيسه بتيجي فيها 5 قطع زي. طبعا في شفرات اغلى من كده برده من نفس الماركه اللي هي جلات، بس هي دي على قد الايد لحد ما، يعني 50 جنيه يعتبر الواحدة تقعد معاكي 5 6 مرات، بمعدل ان المرة ب2 جنيه.
انما التانية بتبقى تمنها فوق ال150 جنيه، وانت طالعه وكمان الشفرات بتاعتها بتبقى غالية، بتجيبيها بعد كده برضو ب150 170، فدي على قد الايد متوسطة. طبعا هي مش احسن حاجة، هو افضل حاجة طبعا السويت زي ما احنا عارفين، بس هي دي حاجة حلوة بعد السويت للناس اللي حابة حاجة سريعة تنفع في الشنطة، تنفع معاكي في الرحلات، تنفع معاكي في اي توقيت مستعجلة رايحة مشوار، فتنفعك على طول، وفي نفس الوقت برضو نتيجتها حلوة مش وحشة. طبعا هي في الاستخدام بتستخدم كده يعني عكس اتجاه الشعر، حاولي برضو وانت بتستخدميها ان انت بالراحة على الجلد، يعني ما تعمليش جامد قوي عشان برضو ايه ما تعمليش التهابات للجلد، لان برضو الحاجات دي بتبقى عايزة إيه، مش عايزة اللي هو يعني تعملي بحكة جامدة، لا عايزة ان انت تعملي برضو على الهادي بحيث ان الجلد برضو ما يلتهبش، لان بيختلف جلد الجلد، في جلد حساس بيلتهب على طول وفي جلد عادي ما فيش اي مشاكل فيه. وزي ما اتفقنا اهم خطوة في استخدام الشفرة ان انت لازم تكوني جسمك مبلول مترطب، حتى مش حابة تحطي كريم، مش عايزة تحطي مرطب، يبقى جسمك مبلول علشان ما تعملش معاكي حبوب تحت الجلد، وفي نفس الوقت ما تعملش التهابات، وفي نفس الوقت الشعر ما يطلعش خشن معاكي وما يطلعش تقيل معاكي. بس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم، واستنوني في فيديو جديد وحلقه جديده مع نينا.